تمشي تحل وكده بتاع، تفتش تلفزيون، فتلقى ربع ساعة مع أبو جبارة وكده وتضحك، وبعدين أبو جبارة بيضحكك أنت صغير كده، بيضحكك لأنه نقطة واضحة يعني، فبكون سعيد سعادة كبيرة. بعد كده الله تعالى ظهرت الأعراض في المدرسة. يعني أنا في المدرسة مرة في حصة بتاعت رياضيات وما حلين واجب ولا حاجة، الواجب داخل بدوك له ويقول لك ثاني يوم تجيب الواجب وكده، والفصل كله ما حل الواجب. فوقفت الأستاذ كده وبتاع، قلت لهم بخارجكم أنا يعني طفل صغير يعني. فوقفت كده والرد كده الدرجة بس، والطلبة دق 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 أحمد مات أحمد مات. جيب التاكسي، دخلوا التاكسي بتاعه ودوني المستشفى حاجة صافي. وأنا كاظم، واحد قاعد جنبي في إيدي اسمه رفعت، واحد بيجي اسمه محمد عوض. أها رفعت ده تمتام كده بيقول لي أحمد بالراحة كده، حركاتي أنا ما بتمشي عليه، جبالك أنا شايف عندك شايل لك ريال، جيب منه 5 قروش. ولا يعني انت عايز تخرجه وبعد حتدفع عليه ولا بهمزك. وبعدين كان ضحكتها، الاستاذ قاعد قدام في التاكسي ما بيتحرك، نفس ما في، لو سمع صوتي ولا اتكشفت دي لعبه يقول الزول ده كويس شديد ما عنده عوده. اهل الاعراض بدات هنا. بعد ذاك الله بعديها طوالي، وصل الرشيد ده الله يطراه بالخير ودخلني في المجال ده، بجيت العب كوره، ما اعرف انا ناس الدراما والكوميديا بتاع على غضن بالحارس المرمى شنو، فكنت بلعب حارس مرمى نطاط وبقبض الكوره. بعدين في مره لعبنا في مباراه كده، قال احنا مثلنا ولا حاجه، مثلنا المكنمر المكنمر كده، مثلناه كعرفاه كده بتاع، وتكيف لي جدا. وتاني طنشت من الحكايه دي التمثيل اللي بقيت كوره انط في الكوره بعدين بتاع. فمره في مباراه شاتوا لي الكوره من السنتر، وبعدين حاره يعني، كان حاولت اثبتها بكسر اصابعيني، طرت فوق وكده وزوقت اصابعيني مره فدخلت. فقالت لو شاتوا لي عن قريب من طيبات يخش، طيبات دي بعد 3 كيلو من فقام قال لي شوف تمثيلك وشوف بتاع، خليك من الكوره اهم يديك دخلت. بعد ذاك الله مشيت مركز شباب بحري هناك، احمد الرئيس الله يطراه بالخير استقبلنا استقبال كويس، طوالي الفتح شهيدتي، اخذت جائزه احسن ممثل طوالي في نادي الاسره. طيب يمكن برامج الاطفال هي كانت نقله بالنسبه لك. ايوه نتكلم برضو شويه عن برامج الصياد يعني، اتذكر اطراو بالخير يعني، مشينا فرقه الصياد من مركز شباب، احنا مشينا الصياد ده في مجال المسرح يعني. التلفزيون ما بتخش يا اخوي اخوك يعني، دخلناه من خلال برنامج اسمه عالم النجوم لاستاذنا الكبير علي الريح، اللي بنحييه من هنا اكيد تحيه خاصه. فبعد ذاك هو يلا كاحمد رضا وظهوره كده متكامل كده، بديت في برامج الاطفال اللي هي عن من خلال شخصيه عم كارم، من خلال اول حاجه مسرحيات. كان في الاستاذه امينه عبد الرحيم برضه نحييها تحيه خاصه، يعني مره صبوره على الدراما، كانت مديره الدراما وبعد ذاك مسكت برامج احنا برضه بنحييها من خلال بيننا وبينكم. هي خاصه يعني، انا امينه دي فضلها كبير جدا بعد الله سبحانه وتعالى على الكل ما شاء الله، فتحت لي فرص كبيره جدا. فحتى قلت لهم احمد ده يعني انا داير اعينه في التلفزيون هنا واعمل اوفر له مكتب، لانه ده بيديني في الشهر بيديني مسرحيتين. عملت مسرحيات، عملنا نقله كده استاذه ندى. يعني مسرحيه كانت المسرحيات كانت مسؤوله الاطفال الصغار بنفسه الادوار الكبار، فجبنا المسرحيه عديل كده والكبير يعني، حتى كلهم في دور برضه يعني الله يديه العافيه، ما خجل من انه الزول الصغير ده احمد رضا ده هيبه المخرج الصغير ده يعني يقوم يشتغل معه. فدي يعني دي يعني انا لمسه كبيره في الاستاذ محمد شريف علي يعني. حتى طاردني قال لي يا احمد رضا يا اخي انا لازم اشتغل معك، قال لي انا شفتك في التلفزيون كده لازم اشتغل معك العمل الجاي. وشهاده بتحسب لك 21 سنه وهو يعني الاستاذ يعني، ما بنقدر نعيده. ومن هي اكيد بنقول له مساء الخير عليك، وحنصطحبك والمشاهد في واحده من مشاهدك الدراميه ونرجع جايين. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن العزيز سعد، السلام عليكم. والله يا لا معليش يا سعد خدت شيل، لا ينقصنا شيء سوى رؤياكم الغالية. ابني سعد لقد حاولنا الاتصال بك عدة مرات لمراوشة، معليش يا سعد خدت كعب لمشاورتك في زواج أخت خديجة، ولكن لم نتمكن. على كل حال أخت خديجة زوجة زبي جد زوجة راعي. كان يقول ما مشكلة ما مشكلة مدام.
زوجة راجل. مالك بتتراجف كده مالك؟ هنحتر يا اخي. يا اخي ما اديتك انا عشان الموضوع ما تنساه. يا اخي الموضوع ده احفيني منه يا اخي. احفيك منه كده؟ يا اخي الشارع ده مليان ناس يا اخي، جيب لك اي زول يا اخي ما تجيب لي انا يا اخي. الله الخلق، اخي الشارع ده كان واقف معايا لامن فلقوني، انت مش وحيدك كنت واقف لامن، سليمان ضرب جيب العكاز. يا اخي ما خلاص انت امشي المحكمه وقول الكلام ده ذات واحكي لهم الحكايه بتفاصيلها. ما عارفين انا يا اخي. ما بينفع. يا اخي انا خايف يا اخي. انت مو جابوا لك جواب حضور المحكمة؟ هاي بس خلاص انتهينا نحن. اسمع يا اخي، كم ما مشيت؟ ما مشيت؟ هاي انت ذاتك حالك بدوك، بدوك انت ذاتك. بكرة بكرة اسمع هاي الساعة 10 صباحا يا اخي. ذلك انت كوك بحكاية غالي، يلا ما تجيبني يا اخي. انت بس ما تكون واقف ان شاء الله تحلى منه يا اخي. يعني لو ما مشيت المحكمة هيقبضوك، 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 يعني لو ما مشيت المحكمة هيقبضوك. بيتزوج راجل؟ ايوه خليه اختي متزوجه راجل.